بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفي حوار جديد بإذن الله تعالى مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي. كعادتنا سنطرح أسئلة مختلفة ومتنوعة وننتظركم على أرقامنا الموجودة على الشاشة وأسئلتكم كذلك التي تصل عن طريق الموقع، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. لدينا هنا مجموعة من الأسئلة نحاول بحول الله تعالى أن نطرحها الآن. السائل، هذا سؤال فقهي سيكون، شخص يعمل في تجارة العقارات، يشتري الأرض السكنية ويبنيها ثم يسوقها للبيع في بعض الأحيان، عمر البناء يقارب السنة والبعض أقل من ذلك، هل الزكاة تكون عن مجموع الأموال والأصول، والمقصود هنا هي الأرض والبناء الذي هو الآن قيد الإنشاء، أم على المال النقدي فقط الذي معه والذي أكمل سنة بحوزته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب بما أن هذا الرجل يبيع هذه العقارات، فإن الزكاة تجب في الأصول وفيما ينتج عنها حينما يبيعها، فيقوم في آخر حوله، وحوله يبدأ من الوقت الذي امتلك فيه الأموال التي اشترى بها هذه الأصول وبدأ في بنائها. لا من وقت بناء هذه العقارات، وإنما من الوقت الذي امتلك فيه حد النصاب مالا نقديا ثم بدأ في تكوين تجارته هذه بتلك الأموال، فإنه يبدأ حساب حوله من ذلك الوقت. نعم. ولأن التجارة واقعة على هذه الأصول، على هذه العقارات التي يبنيها على هذه الأراضي، فهذا يعني أن ذات الأصول العقارية أصبحت عروض تجارة. نعم. فتزكى زكاة عروض التجارة، تثمن في آخر الحول ويضيف إليها الأرباح، تثمن بسعر السوق ويضيف إليها ما اجتمع عنده من نقود، ثم يزكي بإخراج ربع العشر 2.5%. نعم. هذا إذا كان في الحول الهجري. كثير من التجار اليوم يحسبون بالحول الشمسي بالسنة الميلادية، وفي هذه الحالة فإن القدر المخرج نظرا لأن أيام السنة الشمسية أكثر حسب تقدير العلماء المعاصرين هو 2,557 من ألف، يعني في حدود 2.557 أو 2.577. نعم. هذه النسبة حينما يحسب بالسنة الشمسية. زكاة العقارات لها وجوه. نعم. تلخيصا، إذا كانت متخذة للسكنى فلا زكاة فيها، إذا كانت متخذة للتأجير فالتجارة واقعة على منافعها، أي مستغلة لتأجيرها، فإن الزكاة تجب في العوائد لا في الأصول. أما إذا كانت التجارة واقعة على أعيانها، فهو يبيع الرقاب، يبيع هذه الأصول، هذه العقارات، فإنها عروض تجارة تقوم ويضيف إليها ما اجتمع عنده من أرباح ومدخرات ثم يزكي الجميع، والله تعالى أعلم. إذن لا عبرة بالعمر، عمر البناء إذا كان في بداية بنائه أو في نهايته، هذه مسألة مهمة. نعم. والصحيح أنه لا يلتفت طالما أنها متخذة للتجارة، ففي أي مرحلة يكون فيه البناء فإنه يثمن بسعر السوق. نعم. ولا شك أن قيمته وهو غير مكتمل ليست كقيمته مكتملة، فهو يثمن هذا الفارق في هذه الحالة. نعم. لكنه من حيث دخوله في وعاء الزكاة فإنه داخل.
فيثمن على حالته تلك، إن لم يكتمل آخر الحول فإنه سواء كان في مبتدأ البناء أو في منتصفه أو في المراحل الأخيرة، إن حال عليه الحول وهو على تلك الصفة فإنه يثمن وهو على تلك الصفة، ينظر في سعره في السوق ويدخل في جملة ما يزكى، والله تعالى أيضا حتى تكون الصورة متضحة للمتابعين الآن، المقصود بها العقارات التي تباع أو تبنى لتباع، نعم، ولكن العقارات التي تبنى لتؤجر لا ليست داخلة. نعم ذكرت هذه الصورة، نعم ذكرت هذه الصورة، لكن كلمة تبنى لتباع في الغالب يقصد بها التجارة. نعم. يعني قد نخرج بعض الصور من صور البيع التي لا تكون من التجارة. نعم. يذكر الفقهاء على سبيل المثال ما يبيعه المرء تخلصا لم يعد بحاجة إليه. نعم. هو ليس بتاجر. جيد. ويذكرون أيضا ما يبيعه لأنه فاضل عن حاجته أو لأنه محتاج إلى سيولة نقدية، كل هذه الصور هو ليس بتاجر وليس مقصوده أن يتربح من التجارة، وإنما قصد يعني هذه فقط مجرد تحويل ملك. نعم. إما لأنه مستغن عن ذلك الشيء أو لأنه مضطر محتاج إلى سيولة نقدية أو غير ذلك، هؤلاء لا يصدق عليهم أنهم تجار. فقط نريد أن نؤكد على موضوع النسبة في يعني السنة القمرية والسنة الشمسية، ربما لا ونحن لا نحبذ. نعم. مع هذا كله ندعو الناس إلى الالتزام بالسنة القمرية. نعم. فربع العشر يساوي 2.5%. نعم. فارق الأيام هذه 11 يوما لما حسبت، فينتج أن إذا كان يعني شركات ومؤسسات تجري جردها وحساباتها على السنة الشمسية، ففي هذه الحالة سيكون 2.557 2.557 2.557 من الألف في المئة، والله تعالى أعلم. أبو سلطان يقول توجد شركة تقوم بتصنيع الأسمدة، وهذه الأسمدة تتكون من مياه الصرف الصحي وروث الحيوانات أو مواد عفوا الصرف الصحي وروث الحيوانات ومواد صناعية تتم معالجتها كيميائيا ومن خلال قتل البكتيريا الضارة أيضا، فما حكم تسميد النباتات بهذا النوع من الأسمدة؟ هذه المسألة لازلنا متوقفين فيها. نعم. وسبب التوقف هو هذه المعالجة التي تحصل، والأمر الثاني هو ما يتعلق بثبوت خلو الضرر على الأشجار والثمار ثم من بعد على الإنسان الذي يستهلك ثمار هذه الأشجار والمزروعات التي سمدت بهذه الأسمدة المعالجة من مخلفات الإنسان والحيوان، فلا زالت المسألة محل بحث، والخلاف العلمي فيها محتدم بين أنصار من يمكن من يؤيدون إعادة تدوير هذه المخلفات للاستفادة منها في الأسمدة، وبين من يرون أن لها أضرارا على البيئة، وعلى هذا فلا بد من التثبت ثم بعد ذلك تصدر الفتوى، والله تعالى أعلم. نعم. طيب فضيلة الشيخ نأخذ مكالمات. سليمان الحسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. الله يحفظك، الله يبارك فيك، تفضل. شيخ، الفتوى المعتمدة عندنا بحرمة ربا الفضل، ويبدو أن هذا معروف بين صاغة الذهب، فالذي يحصل أحيانا عندما يأتي شخص بذهب قديم يقول للصائغ أريد أن أبيعه لك، فالصائغ يحدد له سعرا، أشتري من عندك هذا الذهب بكذا، فلو أخبره أنني أبيع هذا الذهب لك وبعد ذلك أشتري من عندك ذهبا جديدا، فهو يرفع السعر الذي سيشتري به الذهب القديم، فما الحكم في ذلك؟ جيد، إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك أخ سليمان، شكرا جزيلا لك. أخ عمر الحبسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام للشيخ علي. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. أسأل الله أن يفقهك في الدين يا رب. آمين وإياكم بارك الله فيك. دعونا الشيخ، دعونا بتوفيق قيام ليلة القدر. دعونا الشيخ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وإلى قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه آمين. تعالى سميع مجيب. آمين. تفضل. شيخ سيف لو سمحت أقول عن سؤال واحد. نعم. إذا ينزل القدر هالليلة كاملة أو قدوم الليل. طيب إن شاء الله. السؤال الثاني فضل ذاتك لو تكرم جزاك الله خير. طيب إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أحسنت، شكرا جزيلا. الله يحفظك. عندنا سؤال هنا، حديث نبوي شريف. السائل يسأل أيضا فيه، يقول ما صحة هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الجواب أن جزءا من هذا الحديث صحيح. ما هو الجزء؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم. هذا القدر وله روايات بألفاظ قريبة متشابهة صحيح. نعم. وظني أن اللفظ الذي أتيت به هو لفظ الإمام مسلم، ولكن الحديث مشهور عند أصحاب السنن والمسانيد وله طرق عديدة. نعم. لكن هذه الزيادة التي فيها أين هم يا رسول الله، فقال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وفي بعض ألفاظ هذه الرواية أكتاف بيت المقدس، هذه الرواية، هذه الزيادة عند أكثر المحققين ضعيفة بكل طرقها. وممن ضعفها الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإنه تتبع طرقها وحكم عليها جميعا بالضعف، وحكم على بعض طرقها على ما أذكر بالنكارة أيضا، فهذه الزيادة لا تثبت. أما أصل الحديث وهو لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وفي بعض الروايات كما سأل السائل على الدين، وظني أن هذه رواية الإمام أحمد، ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، فإن هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة لا تخلو من صنف يقوم بأمر الله تبارك وتعالى، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ودعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وجهادا في سبيل الله عز وجل، وإعلاء لكلمة الله، ونصرة للحق، ودفاعا عن العقيدة والحوزة، وردا لعدوان المعتدين، ودفاعا عن الشبهات التي يثيرها المبطلون. فهم من الأمة، قال لا تزال طائفة من أمتي، إلا أنها طائفة كثرت أو قلت، حتى إن بعض شراح الحديث يقولون ولو واحد، ولو كان واحدا، يمتازون بصفات ومحاسن هي أظهر ما يجلي حقيقة هذا الدين، وما يكشف عن محاسنه ومزاياه. فهم يختلفون عن غيرهم في أنهم أكثر التزاما واستقامة على دين الله تبارك وتعالى، وتحريا للعدل، وإنصافا للآخرين، وحملا للواء الدفاع عن هذا الدين، وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا يضرهم من خالفهم ممن نصب لهم العداء، وممن سلك مسالك شتى تعاند الحق، ويمكن أن تنصر الباطل، ويمكن أن تلبس على الناس في دينهم، أو تثير الشهوات، أو تأتي بتأويلات باطلة، أو أنها تنتحل
في هذا الدين ما ليس منه، أو أنهم يتنقصون مما هو معظم من أمر هذا الدين، فإن هؤلاء لهم بالمرصاد، لا يضرهم كيدهم أبدا. نعم. يدافعون عن دين الله تبارك وتعالى، ويبسطون الحقائق للناس، ويكشفون محاسن هذا الدين، ويكشفون عوار هذه الادعاءات والأباطيل التي يثيرها المخالفون المعاندون الأعداء، ويضحون بالغالي والرخيص في سبيل نصرة الحق وإزهاق الباطل. نعم. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، والحديث يحمل إشارة إلى أنه قد يكون من بني جلدتهم، ممن ينتسب إلى الأمة نفسها، من يخذلهم عن مساعي الحق والخير والرشد التي يسعون إلى تحقيقها، لكنهم مع ذلك فإن كيد هؤلاء أيضا لا يضرهم شيئا، يسيرون في هذا الطريق واضح المعالم بين الصوى، يبتغون رضوان الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أن هناك من يخذل فيهم، لكنهم حذرون، يقظون، متنبهون، يردون شبهاتهم أيضا، ويجلون الحقائق للناس، وينصرون دين الله تبارك وتعالى، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر هذه الأمة بأنه مهما اشتدت الظروف وتكالبت عليهم الأحوال، فإن في هذه الأمة سيظل مدد من يحمل لواء دين الله تبارك وتعالى، ومن يحمل مشاعر الهداية للناس جميعا، ومن يعلي راية الحق وينصر دين الله تبارك وتعالى. ستتوالى هذه، لا تزال طائفة، لا تزال، فهو وصف لهذه الطائفة، أي أنهم سيكونون موجودين باستمرار مهما احلولكت الظروف في واقع حياة الناس. ويبشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثنيا على هذه الطائفة، محرضا أمته إلى أن يتحملوا، إلى أن يتجملوا بهذه الخصائص، وإلى أن يتحملوا هذه الصفات، وإلى أن يكونوا كأمثال هؤلاء الذين يثني عليهم على الحق ظاهرين، فيقبلون الحق على أنفسهم، ينشرون الحق ولا يجادلون فيه، ظهورهم إنما هو بالحق ولأجل الحق، ودعوتهم إنما هي للحق، وسائقهم إنما هو الحق، وغايتهم إنما هو الحق. فلذلك قال على الحق ظاهرين، وهنا قال على الدين ظاهرين في هذه الرواية عند الإمام أحمد وعند الطبراني وعند غيرهم، ولا تعارض بين الروايتين، فإن الدين بكل ما فيه من عقيدة وشريعة وأخلاق لا شك أنه حق. نعم. فلا اختلاف، لا تناقض بين الروايتين، لأنها كلها تؤدي إلى ذات المعاني المقصودة من ثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كشف هذه الحقيقة للناس. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أي إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فإن هؤلاء يكون هذا هو دأبهم، ويكون هذه هي خصالهم التي يتحلون بها، لا يفرطون فيها ولا يتنازلون عنها إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. الحمد لله. وبالمناسبة، فإن ضعف هذه الزيادة لا تنقص أبدا من مكانة بيت المقدس ومن أكناف بيت المقدس وما حول بيت المقدس، فهو بيت مقدس وأرض مباركة، مباركة للعالمين. وهي أرض الانتصارات والبطولات والأمجاد، هي مسرى سيد الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أولى القبلتين، وهناك ثالث الحرمين، وفضلها وبركتها ومنزلتها شهدت لها روايات كثيرة صحيحة تغنينا عن الروايات الضعيفة، والله تعالى أعلم. جميل. نأخذ مكالمة أخرى، الأخ محفوظ الفارسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير دكتور، والسلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام، حياكم الله، بارك الله فيك. الله يحفظكم يا ربي.
الشيخ الكريم، أنا عندي استفسار. أنا عندي أرض وارثينها ورث عن الوالد ومؤجرينها، فهل ينطبق عليها شيخ الكريم اللي هي طلع عنها الزكاة بالسنة إن شاء الله؟ ثاني سؤال شيخ، ولو بأخذ من وقتك، أنا عامل عملية اللي هي عملية الحصى، وعندي أمراض اللي هي أمراض الضغط والسكر، وعندي الأعصاب الطرفية، ونسأل الله أن تدعينا بالشفاء يا فضيلة الشيخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب عنك البأس وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا علة. آمين يا رب. اللهم آمين، ويطول في عمركم يا رب العالمين. فسؤالي شيخ الكريم، أنا الحين مفطر في خلال الفترة هذه اللي هي عملت فيها العملية، إيش اللي يستوجب علي فضيلة الشيخ؟ هل أطلع كفارة عن الأيام اللي أفطرت فيها أم أني أقضيها بالصوم؟ وجزاكم الله ألف خير، بارك الله فيك أخوة، والله يحفظكم يا رب العالمين. اللهم آمين. سليمان الإحسان يسأل، الصائغ أصبح معتادا الآن أن الناس لا تبادله الذهب بالذهب، إنما تبيع ثم تشتري، لكن يرفع السعر. الآن الصورة التي يذكرها هي في صورة النقود بالذهب، فهذا معدود من الصرف. إذن يمكن يعني، وكلمة الفقهاء المعاصرين على جواز التفاضل فيه شريطة التقابض في المجلس، أن يكون يدا بيد. فأيما كانت الصفقة، سواء كانت بالسعر الأعلى أو بالسعر الأدنى، الحاصل أن يكون التقابض في المجلس، لأن هذا كما تقدم إنما هو من أقرب إلى يعني أن الذهب جنس برأسه، والأموال النقدية جنس برأسها لكنها أجناس ربوية، إذن التفاضل فيها يصح أو يرخص فيه شريطة التقابض في المجلس. وإذن يتفق على السعر ويحصل تحصل صفقة البيع دون اشتراط أيضا صفقة أخرى، شراء دون اشتراط صفقة أخرى، حتى لا تدخل يعني لا يدخل بيع في هذا البيع. فهذا هو فقه هذه المسألة. أما سائر المسائل متعلقة أيضا ببيع الذهب وغيره فتعرضنا لها في مناسبات أخرى كثيرة. بس هو يعني متوجس خيفة من أن الباعة إذا أخبرتهم قبلا بأنني سأشتري ذهبا يرفعون السعر، أما إذا كان لا يوجد اتفاق فيكون السعر منخفضا، هل في هذا ريبة؟ الحاصل هو على حسب ما يتفقان عليه. ما السعر الذي يتفقان عليه؟ ربا الفضل يصدق على الجنس الواحد. لنأخذ الذهب على سبيل المثال، 100 جرام من الذهب ب 120 جرام من الذهب، هذا لا يصح ولو كان في المجلس الواحد. 100 ريال، لنقل 50 ريالا ورقة واحدة، يريدها ريالا ريالا، فيأخذ على سبيل المثال 48، يأخذ 48 ريالا، لا يصح شرعا ولو كان في المجلس الواحد. هذا هو ربا الفضل ممنوع شرعا. لماذا؟ لأنه جنس واحد، فيشترط فيه المثلية والتقابض. طالما هناك جنس واحد فإذا لابد من التماثل والتقابض في المجلس. ممتاز. الآن عندنا جنسان، وإن كان الجنسان ربويين، وهو الذهب والنقود، الأوراق النقدية، أو لنقول الذهب والفضة، أو عملة أيضا فيما يتعلق بالعملات نفسها. هذا ما عليه اليوم كما قلت الفتاوى المعاصرة والمجامع الفقهية. لنأخذ على سبيل المثال الريال العماني بالريال السعودي، هو بحسب سعر السوق، لا يمكن أن يقال 10 ريالات عمانية ب100 ريال سعودي بالطراد، لا هي بحسب سعر السوق. إذن هناك تفاضل، وسعر البيع يختلف عن سعر الشراء، لكنه بحسب المؤشر الذي يعتمدان عليه. فهذا التفاضل مغتفر شريطة أن يكون في المجلس، أن يكون الصرف في المجلس الواحد، فيكون هناك تقابض بينهما. هذا هو توضيح أو استطراد للتفهيم الفارق بين هذه المسائل أو بين هذه الصور، والله تعالى أعلم. جميل. إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله. مرحبا بكم أعزائنا الكرام. سؤال الأخ عمر الحبسي يقول، ليلة القدر هل هي ليلة كاملة أم جزء ليلة؟ إنها هي ليلة. إن الله تبارك وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وثم قال سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة من ليالي رمضان،
والصحيح أنها من الليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، والله تعالى أعلم. نعم. أخ محفوظ يسأل عن عندهم أرض أجروها، فهل يسألوا عن الزكاة؟ نعم، الزكاة في العوائد. نعم. هذه من المستغلات التجارية، فالزكاة تكون في العوائد المستفادة منها إن بقيت في أيديهم في نهاية الحول، أما الأرض نفسها فإنه لا زكاة فيها. تحدث أيضا عن أنه مفطر في هذه الأيام بسبب عملية أجراها، فهل نعم. يقضي لاحقا أم يدفع مالا؟ لا، ينتظر، عسى أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالشفاء والصحة فيستطيع أن يقضي الأيام التي عليه، وله أن يختار الوقت المناسب كأيام الشتاء على سبيل المثال، حيث يكون الوقت أبرد والنهار أقصر، فيصوم أيام الشتاء قضاء لما فاته من أيام صوم رمضان. نعم. الذي ينتقل إلى الفدية هو الذي لا يقوى على الصيام، لا يقوى على القضاء، إما لكبر وضعف أو لأن المرض مزمن بحسب الظاهر الطبي، أن المرض مزمن وأن العلة مستمرة وهو منصوح طبيا ألا يصوم أبدا، ففي هذه الحالة سينتقل إلى الفدية. نعم. طيب. أبو عبد الله المقيمي يقول بالنسبة للأطفال المميزين الذين يعرفون أداء الصلاة وأعمارهم تقارب العشر سنوات، يقول لاحظت في المسجد أن من يأتي متأخرا ويجد بعض الأطفال في طرف الصف يقوم بزحزحته للطرف الآخر إلى أن يكتمل الصف، أو يقوم بزحزحته إلى أن يكتمل الصف هكذا، ثم يأتي من يسحبهم ويخرجهم من الصف، وهذا أدى إلى تسيب الأطفال فيخرجون من صفوف الصلاة وينتظرون خلفها معتقدين أن صلاتهم انتقضت بخروجهم من الصف. السؤال، هل الأولى لمن يصل متأخرا أن يصف حيث انتهى الصف، أو هذا التصرف بإخراج الأطفال من الصف يعد صحيحا؟ لا، ليس صحيحا، بل ما أشار إليه بارك الله فيه من أن المستدرك عليه أن يصف بعد الأطفال، وهذا من تأديب الأطفال على حسن أداء الصلاة، ومن تعويدهم على أن لهم مكانة في المسجد، ومن تحبيبهم إلى الصلاة وإلى المسجد وإلى المصلين، فلا ينبغي أن يزحزحوا كلما أتى آت، فإنه يؤخرهم ويصف مكانهم، هذا سيورثهم الكثير مما يتنافى مع آداب المسجد ومع أحكام الصلاة، وسيغرس فيهم أن لهم في المساجد أن يقوموا بالحركات التي يأتون، وحينما يكون الأطفال في سن العاشرة فإنهم مميزون، وهذه السن التي يضربون على ترك الصلاة عليها، فينبغي لجماعة المسجد أن تتعاون فيما بينها على تحبيب الأطفال إلى المسجد، وعلى إظهار أن لهم مكانة وأن حالهم حال غيرهم من المصلين، لا فرق بينهم وبين غيرهم، وحينما يفصل البلغ بين الأطفال في الصف فإن هذا أدعى إلى انتظام الأطفال، حينما يتركون معا فقد يكون فيهم أحدهم ممن يكثر من الحركة، أو أنه يسأم بسرعة فيصدر أو يحاول أن يجر أترابه إليه، فلا تنتظم في هذه الحالة صلاتهم، لكن حينما يكون بعد كل اثنين أو ثلاثة من الأطفال مصل بالغ راشد، فإن ذلك يمنعهم من مثل هذه الحركات التي لا تتناسب مع أعمال الصلاة. إذن فالواجب على من أتى مستدركا أن يصف بعد الأطفال، وأن لا يزحزحهم وأن لا يؤخرهم، هم بعد دخولهم في الصلاة مأمورون بإتمامها ومأمورون بإتيان أعمال الصلاة كما هو شأن البالغ. نعم. وعلى البلغ أن يوجهوهم إلى هذا وأن يعينوهم عليه، والله تعالى أعلم. إذن بغض النظر عن أعمارهم يصف؟ نعم، بغض النظر عن أعمارهم. نعم. لو كنا نتحدث عن أطفال صغار غير مميزين لضرورة معينة أتى بهم والدهم، مثلا كان مسافرا في طريق أو شيء من هذا الباب، فهنا يمكن أن يتلك، لكن لا نتحدث، واضح أننا نتحدث عن مسجد الحي. نعم. الذي يأتيه أطفال الحي مميز. فهؤلاء ينبغي أن يتعاون على حسن تعويدهم على أداء الصلاة وتربيتهم عليها واحترامهم لها والتزامهم بأحكامها وأدابها. جميل. سؤاله الثاني يقول إذا أغلق على الإمام في القراءة في غير الفاتحة ولم يحضره ما يطمئن إليه،
فهل الأولى له أن يقف انتظارا لمن يفتح له أو أنه يوصل؟ وإن شعر بعدم تثبته من صحة ما يقرأ مع عدم تغييره للمعنى، يعني الظاهر أنه وإن شعر هذه تكمله، وإن شعر بعدم تثبته من صحة ما يقرأ مع عدم تغييره للمعنى، سنضيف فقرة مكملة أيضا. إذ الملاحظ أن بعض الأئمة لا يدع المجال ليفتح له أحد المأمومين فيعيد الآية أو يكملها على أي حال مع وضوح عدم تيقنه من صحة ما يقرأ. أولا يعني ليسعى إلى أن يتذكر، ولعل في إعادته للآية التي قبلها التي وقف عندها فأرتج عليه بعدها ما يعينه على أن يتذكر الآية التي نسيها، وفي ذلك أيضا ما يسمح للمأمومين إلى أن يفتحوا عليه. ولا حاجة إلى التعجل، بكل سكون وسكينة وطمأنينة فإن هذا يحصل لأغلب الأئمة، بل لا مبالغة إذا قلت لكل الأئمة الحفظة المهرة يحصل لهم ذلك، فليس هو بمنقصة، وينبغي أن يتعامل مع الموقف بهدوء، فله أن يعيد الآية التي قبلها رجاء أن يتذكر الآية التي نسيها، وفي ذات الوقت هذا يعين المأمومين لا سيما من كان في السترة خلفه أن يفتحوا له في الموضع الذي استغلق عليه، لكن أن يتصرف في الآية لا، ليس ذلك إليه ولا ينبغي أن يحمل على ذلك، ولكن قد تشتبه عليه الآيات فيختمها يختم آية ما بختم آية أخرى لما التبس عليه. أما أن يتصرف من ذات نفسه فلا ينبغي له ذلك، بل الأولى في هذه الحالة أن يقف عند الموضع الذي هو متيقن منه ويركع، أو أن ينتقل إلى سورة أخرى يحفظها جيدا ولو من قصار السور. والله تعالى أعلم. هو يسأل أيضا هل له أن ينتقل من ذلك الموضع فيبدأ بالآية التالية أو بما بعد ذلك الموضع دون ترك المجال ليفتح له؟ لا، هو يعني ينبغي أن يترك المجال ليفتح له. نعم. لكن مع ذلك إن انتقل، إذا كان يصح له الانتقال إلى سورة أخرى فلا حرج عليه، اللهم إلا إن كان المعنى الذي وقف عنده معنى غير تام، فعليه أن يقرأ مما سينتقل إليه القدر المجزي لتلك الركعة. ربما يتصور الإنسان أحيانا أن ذلك مرتبط بسمعته كقارئ أو كإمام، هذا يحصل يحصل في مع أئمة حفاظ لكتاب الله عز وجل مهرة، وحصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. سليمان يقول: ذكر فضيلة الشيخ في حلقة سابقة أن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها على الصحيح. نعم. هنا كيف نوجه الآية ونفسرها: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ لم يحاسبهم الله تعالى وهم معصومون، وكذلك الآيات التي تدعو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الاستغفار عن الذنب كيف نفسره؟ لا علاقة بين هذا الذي يسأل عنه وبين قضية عصمة الأنبياء، فإن سؤال الأنبياء في الآخرة هو سؤال عن التبليغ وعما أجيبوا به توبيخا لأقوامهم وتقريعا لهم وتبكيتا في الحجة عليهم، أي على أقوامهم أو ممن كفر من أقوامهم، وإظهارا لشرف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. إذن فالسؤال هو عما أجاب به أقوامهم لما دعوهم إليه، وهذا السؤال عن الإجابة يستدعي السؤال عن التبليغ. نعم. وعما أجيبوا به كما تقدم، توبيخا لمن كفر من أقوامهم وتقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لشرف الأنبياء والمرسلين، وأنهم بلغوا عن ربهم ما أمرهم به، وأنهم أدوا ناصحين لأقوامهم ما أوحى الله تبارك وتعالى به إليهم. والله تعالى أعلم. ويحمل أيضا ما أشار إليه من
أمر الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستغفار يحمل على التعليم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسنة، وهو داخل فيما خطبت به الأمة، هو داخل في خطاب التكليف الشرعي، فلا يلزم من الاستغفار أن يكون ناشئا عن مقارفة ذنب أو مقارفة معصية، حاشا الأنبياء والمرسلين، وإنما لعلو مقامهم ولمنزلتهم ولما يمكن أن يكون منهم من مخالفة الأولى مما هو سائغ أو مما يقع على سبيل الخطأ، فإنهم لا شك هم أكثر الناس استغفارا لله تبارك وتعالى وأمثلهم في العودة والأوبة إلى ربهم جل وعلا. والمسلم مطالب بالاستغفار سواء أذنب أو لم يذنب. نعم حسنا. نعم. إدريس القرقري يقول: ما الحكمة في تقديم الليل والسر، أي الحكمة من السر أيضا في الآية الكريمة، يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من باب تعميم أحوالهم، والليل يناسب السر هناك، بالليل والنهار سرا وعلانية، فالليل يناسبه السر والنهار يناسبه العلانية، لكن هذا لبيان أن وصف الإنفاق فيهم متمكن. نعم. فهم ينفقون في كل الأحوال وفي كل الأوقات من النفقات التي يحبها الله تبارك وتعالى، بدءا من الإنفاق على أهل بيوتهم، فقد ورد في إنفاق المرء على أهل بيته الكثير من الروايات التي تؤكد أن هذا من الصدقات، وأن المرأة يؤجر، حتى قال: حتى ما تضعه في امرأتك. نعم. فذلك ومن عموم النفقات التي ينفقها على ذوي قرابته وعلى المحتاجين والفقراء والمساكين وعلى وجوه البر وصنائع المعروف في المجتمع، لا يمنعهم من ذلك ليل ولا نهار، وكما أنهم يسرون بهذه الصدقات فإنهم يعلنونها، وفي كل خير، والله تعالى أعلم. نعم. بقيت معنا دقيقة سان. أخ أحمد البكاري يقول: في أحوال كثيرة تبدأ المحادثات في الواتساب مثلا بالسلام مكتوبا، هل يجب أن يكون الرد بالكتابة أيضا أم يكتفي المتلقي برد السلام شفهيا دون كتابة؟ لا، الصحيح أنه يجزئه أن يرد شفاها. نعم. هو لم يسمع السلام شفاها وقد قرأه، فيجزئه إن شاء الله تعالى أن يرد السلام شفاها، ولا حرج عليه ولا حاجة إلى التضييق على الناس. جميل. فيكفي أن يرد شفاها، والله تعالى أعلم. نعم. أنه يلزم أن يرد لا حاجة يعني إلى ذلك. لا حاجة إلى ذلك. طيب، أبو سلطان يقول: هل يجوز أخذ الزكاة من المزكي وإبقاءها إلى حين حصول مستحق، ربما يتأخر إلى شهور، لأن بعض الناس تحصل لهم ظروف شديدة لا توجد مبالغ في اللجنة لمساعدتهم، فهل يصح أن نبقي الزكاة في قبضة اللجنة للمصلحة المتوفرة؟ إذن هو يسأل عن لجنة. نعم، كما يبدو لي. ويقول يؤخر الزكاة لعلة ماذا؟ لعلة الحصول يعني على مستحق لها. وربما إذا كان نعم إذا كان لأجل أن المستحقين الآن مستغنون بما أوتوا إياه، أو أنهم لنقول مكتفون بما أوتوا إياه، فلا مانع من تأخير إيصالها إليهم. نتحدث عن زكاة الأموال. نعم. فلا مانع من تأخيرها إلى الوقت الذي يرون أن هناك حاجة عند الفقراء والمساكين إلى تلك الأموال، على أن يتخذوا التدابير التي تعينهم على حفظ هذه الأموال وعلى عزلها وفرزها إلى حين إيصالها إلى مستحقيها، والله تعالى أعلم. في نصف دقيقة. نعم. سعيد يقول: هل يصح للمعتكف الرد على مراسلات العمل عبر الإيميل أو إجازة بعض المعاملات عبر الواتساب وهو معتكف؟ يعني إذا كان كجوابي الآن في أقل من نصف دقيقة. نعم. لا إشكال، لكن إذا كان سيقضي سحابة النهار وعند يعني الأوقات الطويلة في مثل هذا الصنيع، فهذا ليس باعتكاف، كأنه مداوم في المسجد يعني. كأنه نعم نقل فقط يعني المكتب إلى المسجد. أما إذا كان لأمر ضروري لا يأخذ منه إلا جزءا يسيرا جدا من الوقت كجواب الآن لكم، فلا إشكال، والله تعالى أعلم. شكرا جزيلا لكم، قياس ممتاز.
الله يحفظكم شيخ. بارك الله فيك. أعزائنا نشكر إياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام للسلطنة، ونشكركم أيضا على متابعتكم وأسئلتكم، ونلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.